تثبت أنني أول. صفحة 10 راح يكون التمارين 13 و14 و15 و16 هم تقريبا نفس الدرس السابق، بس هالمرة البوس راح يكون طويل وما راح يكون في موازير سكات بين كل مزورة 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 سكات، ما حيكون، حيكونوا متصلين كل الموازير مع بعضهم بس بنفس الشكل تقريبا. راح نبتدي على سرعة 8 2 3 4. استخدمت كل البوس هلا في التمرين اللي فات، فينا نعمل التمرين مثلا 15 او 13 او 14 بنص البوس. بالبوس كامل هو 16 وبعدين نعمل جزء انه نص البوس مثلا 2 3 4. نص القوس وفينا نستخدم مثل ما كنت عم بستخدم القوس من الجزء الاسفل بستخدم الجزء الاعلى من نص القوس ببتدي لتحت 1 2 3 4. يعني التمارين في النهاية هي معمولة لحتى نتقن سحبة القوس مع وضع الأصبع السليم، ونقدر نغير سرعات التمرين. يعني أنا سرعة التمارين مثلا عم بعملها على 80، فيك تعملها على 90، فيك تعملها على 70، فيك تعملها على 60. تغير السرعات أيضا مكسب للتكنيك، إنه الواحد يقوى التكنيك تبعه على سرعات مختلفة. شكرا لكم محبي كمان الساحر، ياريت تشتركوا معي في حملة الوصول إلى 100,000 مشترك على قناتي في اليوتيوب. بمحبتكم بقدر أوصل قبل ما تنتهي سنة 2019 ل 100,000 مشترك. فقط اعملوا سبسكرايب أو اشتراك في القناة وعلموا على الجرس لحتى توصلكم فيديوهات جديدة، والرسالة رح توصل لكل العالم. الموسيقى لغة السلام والمحبة.